السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي ما نتكلم لكم على السياحه بالمغرب. كيف ما شفتوا في المينياتير ديال الفيديو، كما تعرفوا على ان السياحه بالمغرب كتشكل واحد النسبه ديال الدخل كبيره بالنسبه للاقتصاد ديال الدوله والكامل ديالها، لدرجه ان كيبلغ معدل ديال الفلوس كتدخل حوالي اكثر من 3 ديال المليار ولا 4 ديال المليار فقط في السنه باش انك تدخلها، وفقط غير من السياحه. شنو الطريقه؟ وان الناس ولا الكور كيف ما كتعرفوا ولا الاجانب كيجيو لبعض المدن المغربيه وكيصرفوا الفلوس في المبيت وكذلك في الاكل، ولكن اللي ما عارفينش كاملين وان هاد الكور ولا هاد الاجانب كيتم النصب ديالهم، وهذا الشيء غير ماشي هكا قلتو، ولكن دخلت قلبت بزاف ديال اليوتيوبر اللي كيكونوا ساكنين في خارج افريقيا ولا خارج الدول العربيه كيكونوا اجانب الاصل، فانهم كيحاولوا انهم يديروا فيديوهات كيمشوا للدول العربيه وكذلك الدول الافريقيه وكيتم النصب عليهم. والمغرب حتى هو ما كيستكش من هاد الدول اللي كتعتبر على الناس بعد من مستخدمي الشعب ديالها بانهم كيخدموا وكيديروا بزاف ديال الاعمال، فانهم كنصبوا على الكور، لدرجه ان الاكل حوالي بزاف ديال الفلوس كتقدر حتى 30 دولار 40 دولار فقط في الوجبه الواحده اللي كيعتبروا على انها ثمن عادي ويمكن اي كور انه يخلصوا، على عكس الكور كيف كتكون الثمن اللي كيكون باهظ، لدرجه ان هاد المؤثر الاجنبي من سود افريك اللي كيتسمى كورت كيف مكتوبو الا كنتو كتعرفوه، فانه كيدير فيديوهات اللي كيدخل لهم بزاف الفلوس في المنصه ديالو على اليوتيوب كيف غادي تشوفوا دابا كيف ما غادي نوريكم في اليوتيوب ديالو هو هذا. فكتعتبر هاد كورت من بين اكثر صناع المحتوى الاجانب اللي كيحققوا ربح ودخل من القناه ديالو، لدرجه ان المتابعين ديالو كيبلغوا اكثر من جوج المليون فاصله 40 الف واحد كيتبعوه، ومختلف ديالهم اجانب كيشوفوا المغرب وكيشوفوا كذلك الدوله، كيشوفوا الدوله كيفاش دايره. فمثلا هاد المؤثر اللي سميتو كورت، هاد المؤثر كيمشي لبزاف ديال الدول ومن بينها المغرب، فانه كيمشي لمراكش وكيصور لهم وكيوثق داك الشيء اللي كيطرا، لدرجه انه مشى عند واحد الشخص من مراكش وعاود ليه البلان كيفاش انه يطيح البنات وانه يجذب البنات. اي الاخوان كيف ما كتشوفوا هذا كيتم عطار كيكون في المدينه القديمه في مراكش، لدرجه ان هذا العطار باع عليه وصفه كتقدر باكثر من 30 دولار، اي انه 600 درهم ولا 400 درهم اللي باع عليه، وابر على بزاف ديال الاكلات اللي كياكلهم اللي ماشي انهم يستحقوا 30 دولار ولا 40 دولار. شنو الراي ديالكم في هذا الشيء وكيفاش كيبان لكم ان استغناء ديال الاجانب في البنات المغرب؟ شنو الراي ديالكم هذا الشيء اللي كيطرا؟ واش عملية نصب تقدر تكون عادية؟ كيبان لكم على أن الكور يستحقوا هذا الثمن، ولا غير يجب علينا أننا نقصوا من الأثمنة باش أننا نحاولوا نبينوا الصورة ديالنا الإيجابية؟ لدرجة أنني دخلت المواقع ديال اليوتيوب ودخلت بزاف ديال المؤثرين الأجانب ولقيت على أن بزاف ديال الأجانب من ديك البلاد كيحاولوا على أنهم يكومونتيو كيعلقوا كيقولوا هذا الشيء علاش حنا ما بقيناش جينا للمغرب؟ على هذا السبب باش أننا ما بقيناش جينا، لأن بزاف ديال الناس كيكونوا تما وكيخدموا تما بانهم كيستغلونا وكيعطونا بزاف ديال الطلبات في اننا نطلعوا باش اننا نعطيوهم الفلوس، لدرجه انك تقدر غير توري الطريق تطلب منه الفلوس. هادشي كاين بزاف ديال المدن بينها مراكش. شنو الراي ديالكم في هادشي؟ شنو كيبان لكم على انه يقدر يكون امر عادي ولا امر ماشي عادي، والداعي لان السلطه انها دير واحد الدخل واحد التدخل باش انها تحدد بعض الاثمنه ديال بعض الاشياء اللي تكون معروفه ماشي ما تكونش معروفه، مثلا انك عرفتي شي واحد الاكله فالاكله خاصها تكون معروفه في المنيو ديال الاكله تعطيها لذاك السيد باش يعرف شنو كاين، ماشي غير ياكل وفي الاخر تقول لي ثمن باهظ اللي تصدموا به. الا كنت اول مره كتشوف فيديوهات ديالي ما تنساش انك تشترك معايا في لاشين وباقي فيديوهات اخرى، فتهلاو الاخوان وديروا لايك وكذلك ديروا كومونتير زوين، عبروا فعلا الراي ديالكم حول هذا الموضوع واش يستحق انني ندير عليه حلقه ثانيه. الى اللقاء، تلقاو في فيديو جديد الاخوان.